ننتقل إلى ملفنا الثاني، حيث أثار ما يعرف بقانون جاستا والذي ترجم بقانون العدالة ضد رعاة الإرهاب جدلا قانونيا وسياسيا ما زال مستمرا خصوصا في الأوساط السعودية، حيث اعتبر مجلس الوزراء السعودي القانون مبعث قلق بالغ للمجتمع الدولي. وقال بيان صادر عن مجلس الوزراء اليوم الاثنين إن العلاقات الدولية تقوم في المجتمع الدولي على مبدأ المساواة والحصانة السيادية، وهو المبدأ الذي يحكم العلاقات الدولية منذ مئات السنين، مضيفا إن أضعاف الحصانة السيادية يؤثر سلبا على جميع الدول بما في ذلك الولايات المتحدة. فكيف استقبلت السعودية القرار وما هي خياراتها المتاحة الآن؟ نتابع في هذا التقرير. الرياض واشنطن. لم يسبق لهذا المحور أن تعرض لهزة قوية كما يحصل الآن بعد إصدار الكونغرس الأمريكي قراراً سماه العدالة ضد الإرهاب. جاتا الذي حاول أوباما منعه بالفيتو سيتيح لأهالي ضحايا 11 سبتمبر محاكمة الدول التي ينتمي لها منفذو العملية، وبما أن 15 شخصا من بين 17 من المنفذين ينتمون للسعودية فإن القانون عد استهدافا مباشرا لها. تشريع الكونغرس الذي طرح بداية عام 2003 ولم يحاول البيت الأبيض حينها منعه يشير بحسب مراقبين إلى تغيرات يمكن أن تطرأ على العلاقات الممتدة بين البلدين منذ أكثر من 80 عاما، إذ أنه لا يمكن النظر إلى تأثير التشريع دون التوقف عند توقيته الذي تزامن مع تراجع قيمة النفط بالنسبة للولايات المتحدة واتجاهها نحو الزيت الصخري، إضافة إلى تحسن العلاقات الأمريكية الإيرانية بعد رفع العقوبات عن طهران والإفراج عنها اقتصاديا ودخولها مجددا لسوق النفط باعتبارها مصدرا ثانيا له يزاحم سوق الإنتاج السعودي على مكانته، وهو ما حدث بالفعل وأدى إلى انخفاض هائل في سعر البرميل. الحكومة السعودية اعتبرت القانون مبعث قلق بالغ للمجتمع الدولي بما يتيحه من ابتزاز مفضوح وتجاوز لحصانتها المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة. هذا وقد أصدر مجلس الوزراء السعودي بياناً أمل فيه أن يتخذ الكونغرس الخطوات اللازمة من أجل تجنب العواقب التي وصفها بالوخيمة على سن جاستا. العواقب التي ألمحت لها السلطات السعودية لا شك أن عقود النفط والأسلحة والاستثمارات الكبيرة إضافة إلى التعاون الاستخباراتي تقع ضمنها، فإن كانت هي المتضررة الأول فواشنطن لا شك سيصيبها شرار أيضا. وبحسب ما تؤكده الأوساط السعودية الرياض لن تبقى مكتوفة الأيدي، وهو ما يتقاطع مع محاولات الرئيس أوباما منع تمرير القانون لأنه بحسب تعبيره يضر بالأمن القومي الأمريكي. السعودية التي لطالما كانت بثقلها الديني والاقتصادي عمقا استراتيجيا للعرب ولمحور السنة خصوصا، يبدو أنها تعي تأويلات الموقف، وهو ما يفسر ربما تحركاتها الدبلوماسية الأخيرة باتجاه موسكو التي تحتاج للسعودية بقدر ما تحتاج السعودية إلى موازاة علاقاتها مع واشنطن. تركيا أيضا قطب مهم تدرك الرياض أهمية التحالف معه، وهو ما يفسر الزيارة الأخيرة التي قام بها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن نايف لأنقرة. كل ذلك يصب في محاولة خلق تحالفات جديدة مقابل التحالف القديم الذي بات مهزوزاً أو يوشك، ما يضمن للرياض مكانتها السيادية في المنطقة. هامش المناورة كما يراه محللون سعوديون متاح، لكن الخيارات السعودية ملغومة وذات حدين خصوصا مع حضور الأزمة السورية وتشابك المصالح الإقليمية والدولية فيها. فهل ستنجح الرياض في إدارة الموقف؟ من الرياض أرحب بضيف رئيس المركز السعودي للدراسات الاستراتيجية ناصر القرعاوي. سيد ناصر أهلا بك معنا في آخر الأسبوع. حول قانون جاستا الذي طبعا كثر الحديث عنه، الموضوع القانون أقر وانتهى الموضوع، ولكن الآن أود أن أفهم منك كيف سيكون برأيك شكل العلاقة ما بين المملكة العربية السعودية وما بين الولايات المتحدة الأمريكية، علاقة استراتيجية لطالما كان يعني مداها بعيد جداً
أكثر من 80 سنة هذه العلاقة، الآن كيف ستكون بعد هذا القانون الذي كان له صداه وردة فعل قوية من قبل الرياض؟ شكرا لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك أن العلاقات السعودية الأمريكية كما أشرتم هي تمتد إلى عهد الملك عبد العزيز والرئيس الأمريكي حينما التقيا في المنطقة وبدأ الحوار السعودي الأمريكي حول المصالح المشتركة. أمريكا ليس لها صداقات دائمة، هي مصالح زمنية، وحينما تدرك الولايات المتحدة الأمريكية كما فعلت مع ماركوس في الفلبين ومع أيضا الشاه في إيران، وقد يكون هذا أمر محتمل مع السعودية، ولكن المملكة العربية السعودية تختلف كلية عن التحالفات الأمريكية الأخرى باستثناء تحالفها مع الكيان الإسرائيلي، لأن الكيان الإسرائيلي هو لخدمة مصالح أمريكا والغرب. فبالتالي ما حدث في هذا القرار، هذا القانون الأمريكي، هو قانون يعني أولا سابقة خطيرة جدا في تاريخ العلاقات الدولية، والأمر الآخر أيضا أن هناك استياء دولي وليس فقط من المملكة العربية السعودية، لأن من زرع الإرهاب هما روسيا والولايات المتحدة الأمريكية حينما بدأ الغزو الروسي لأفغانستان، وجاءت أمريكا واستخدمت أبناء المنطقة المسلمين لدحر الروسي، لأنه يعني الاستعمار الروسي لأفغانستان لم يكن إلا لمصالح روسية. فبالتالي هنا بدأت الكرة تتجه إلى أمريكا، هي من صنعت مسألتين، صنعت الإرهاب والقاعدة، ثم غزو البلدان الأخرى حينما غزت العراق ودفعت بالرئيس الراحل العراقي إلى غزو وبإذن منها وبمشورة من سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية حينما التقت الرئيس العراقي يوم الثلاثاء ويوم الخميس وهو في الأراضي. طيب، ولكن سيد ناصر، بما لا شك فيه بأن علاقة المملكة عبر كل هذه السنوات وبكل ما مرت فيه هذه المنطقة كانت يعني عميقة واستراتيجية مع الولايات المتحدة، الآن هل رتبت السعودية أوراقها لمثل هذا اليوم، لليوم الذي قد تدير فيه واشنطن ظهرها لحلفائها في المنطقة وتحديدا المملكة؟ المملكة سبقت هذا الحدث واستبقت هذه المرحلة بسنوات طويلة حينما اتجهت في نوع من التصنيع أو نوع من السلاح المتطور مع الصين، ولم يكن ذلك الأمر بمستغرب، ولكن كان غائب عن معرفة الولايات المتحدة الأمريكية إلا بعد مضي سنتين من تسلم المملكة لهذه الصفقة، وأصبحت تدار بأيدي سعودية وأيضا شراكة صينية سعودية في تطوير آلية العمل المشترك. والمملكة عقدت سلسلة ولم يتطور يعني تتطور الدعوة وتتحول إلى مجلس الشيوخ وإلى الكونغرس في الولايات المتحدة الأمريكية حول هذا القانون، إلا بعد أن أدركت أن المملكة العربية السعودية اتجهت إلى العواصم الرئيسية في العالم وعقدت معها اتفاقيات استراتيجية لترعى لمصالح المملكة وتنظر إلى مصالحها على مستوى الكرة الأرضية وليست على مستوى الأراضي السعودية أو المنطقة. ولكن هل برأيك سيد ناصر الشراكات هذه تغني المملكة عن الولايات المتحدة الأمريكية؟ وماذا أيضا شق آخر من السؤال يعني عن الاتجاه نحو تركيا بداية، وأيضا هنالك محور آخر غير اللي حضرتك ذكرته غير الصين، يعني باكستان. بالتأكيد المملكة العربية السعودية لديها رؤية واضحة ولديها مسارات مختلفة على أكثر من مسار، لديها علاقات قوية مع باكستان وهي حليف استراتيجي يعتبر خارج إطار المنطقة منظومة مجلس التعاون الخليجي أكبر دولة وأقوى دولة في العلاقات الخارجية المملكة فيما يتعلق ببرنامج الدفاع المشترك والمصالح المشتركة هي مع باكستان. والأمر الآخر أيضا، نحن في المملكة العربية السعودية ندرك أن الخارطة العالمية لم تعد تعتمد على الحليف الوحيد،
الولايات المتحدة الأمريكية بالنسبة لنا أصبحت في موقع هي التي ستخسر. لدينا كثير، لدينا أوراقنا الاستراتيجية معها، لو سحبت المملكة العربية السعودية مسألة تسعير البترول بالدولار لهزت الدولار، لو سحبت المملكة أكثر من 93 مليار سندات، سندات ملزمة الدفع خالية من أي عقوبة أو أي التزام ثنائي إلا بالوفاء بالسداد. هذه المصالح المشتركة. أيضا أمريكا ستفقد الحليف الأكثر نضج وأكثر أخلاقية وأكثر وفاء فيما يتعلق بمصالح العالم. المملكة العربية السعودية ليست تندفع من مصالح منفردة أو أهواء أو أطماع سياسية غير مشروعة لها. الحدود التي تبحث عنها المملكة العربية السعودية هي السلام والاستقرار العالمي بشكل كامل. في أيضا في يعني التوجه للرد على هذه العلاقة مع الولايات المتحدة أو ما آلت إليه، هنالك نوع من التقرب السعودي الروسي لمسناه في الفترة الأخيرة، رغم أنه هنالك خلافات وخلافات عميقة في بعض ساحات المنطقة، منها سوريا اللي تقف روسيا وإيران فيها على نفس الصف، ومنها في ملفات أخرى يعني مرتبطة أيضا في ما يحدث باليمن. كيف يتوجه السعوديين إلى روسيا بهذه العلاقة وهم مختلفين معها بساحات حساسة مثل الساحة السورية تحديدا؟ وباختصار لو سمحت لي. نظرة المملكة بالنسبة للوضع السوري فهي تبحث وتسعى وتلتزم بما يجب عليها الالتزام باتجاه أن تبقى المنطقة بعيدة عن التغير الجغرافي أو التغير أيضا الديموغرافي والتغير السياسي في المنطقة. هناك بداية كنا نقول في بداية الأمر ونبحث، ولكن روسيا هي التي ترعى هذا الشيء في سوريا. روسيا بالتأكيد هي تبحث عن موطئ قدم واستقرار في روس في سوريا لتكون المنطقة في خاصرة أوروبا وأمريكا. هي تبحث عن وجودها واستقرارها في ولذلك حفاظها على الرئيس البشار الأسد هو الإبقاء على مصالحها وأن تكون حليف استراتيجي في واجهة الولايات المتحدة الأمريكية. وهذا أكبر خطأ استراتيجي ارتكبته حكومة أوباما خلال دورتيه الأولى والثانية، لأن أعطى الروس فرصة للدخول إلى المياه الدافئة في المنطقة وأيضا الدخول إلى المناطق التي كانت أمريكا تبحث أن يكون هناك فيها استراتيجية جديدة مع إيران. أمامي دقيقة واحدة أستاذ ناصر لو سمحت. علاقة المملكة مع روسيا علاقة احترام متبادل ووضوح في كافة ما بحث في اللقاءات السابقة، وأيضا المملكة لها رأي حتى لو ضحت باتفاقياتها مع الدول لمن أجل مصلحة المنطقة وليست مصلحة المملكة العربية السعودية. المملكة لا تبحث عن مصلحتها الذاتية، هي تبحث أن تكون المنطقة الشرق الأوسط والعالم العربي والإسلامي بعيدا عن هذا الصراع الدولي. شكرا لك، انتهى وقتي. شكرا لك من الرياض ناصر القرعاوي رئيس المركز السعودي للدراسات الاستراتيجية، أشكر جزيل الشكر هذه المداخلة. مشاهدينا مستمرون معكم ونتابع. اتفاقية لاستيراد الغاز من إسرائيل تشعل الشارع الأردني، فهل تنجح حملة طفي الضوء في وجهها؟ بعد أن أنقذوا حياة 60,000 شخص في سوريا، لماذا لم ينل أصحاب الخوذ البيضاء جائزة نوبل للسلام؟